صبحكم الله بالخير. اليوم الثالث لنا في روفانيمي. اليوم إن شاء الله عندنا نشاط من أهم الأنشطة في دائرة القطب الشمالي اللي هو صيد السمك في بحيرة متجمدة. طبعا حجزناها عن طريق صاحبة الشقة، عندهم بيت في وسط الغابة تقريبا يبعد من هنا ساعة. وصلنا إلى بيت العائلة الريفي في وسط الغابة. أنا أمشي الآن على البحيرة المتجمدة. الحين بداية الصيد، نشوف مراكمي. غدانا إن شاء الله في هذا الكوخ في وسط الغابة. طبعا كل المنطقة هذه تبع هذه العائلة. These are two things what we carry when we go to forest. Our own guksa. It's a wooden guksa we've been handcrafted with the hands and often have a bone from the reindeer. And then we have our knife. Yes. Thank you. Bye bye. See you next time. Greetings from Lapland.